وي السلام عليكم، لاباس؟ مزيانين، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله. نشارك معكم واحد الوصفه درتها لوليداتي، تبارك الله وصل عندي صدقه 100%. نتشاركها معكم. ها هو شوكولا 250 غرام، هاهو تيذوبو. هاد الحليب سخون، يلا حيدتو من النار. صافي نزيد فيه هذا جولدن. عندي بوتي ولكن بغيت ندير هذا حلو شويه باش ما نديرو لا سكر لا حتى شي حاجه. زوين يجي النكهه فيه ديال الحلاوه ديال الجولدن، عزيز على وليداتي. ما غسلتهم انا، عندي مع النظافه شويه. بغينا نجربو الفيديو شويه باش الناس تشارك معانا. ديرو فيه 4 الباكيات، هذوك تاع درهم درهم. صافي ولي ناخدو كاوكاويت، ناخدو غير معلقه، نزيدو النص، نحركو مزيان. هاهو دابا غادي ندوه للخليط، حيت ضروري يتخلط مع داك الكاطو والحليب، ومن بعد نرجعوه للكاسرونه. دابا غادي نرجعوه في البوطه يغلى واحد 3 دقائق بالحساب. ثم كتحركوا يعقد شويه، يشد فراسو، عرفتي؟ زين زين زين. الاولاد ديالكم ما عمرهم ما يكرهوا الشوكولا، كتاكلوهم داك نوتيلا او داك الشوكولات بيض وكحل، ما نعرفش السميه ديال الشركه بالحق، داكشي ما عرفناش واش صحي ولا ماشي صحي. قول البندق هذا، يعني هذا هذا في نفس الوقت بغيتي تزيدي فيه كاوكاو واللوز بيستاج كاتاجو. انا نشوف كاع اللي موجود عندي غادي نديرو لوليداتي باش ياكلو داكشي صحي. وانا كدالكم مثلا عجبني الشوكولا بالحق، عجبني شي حاجه ديال الدار. هانتوما تشوفو البنات كيفاش غادي يحسب. ومن بعد غادي ملي يقرب يشد راسو غادي نزيد فيه واحد المعلقه ديال الزبده، ماشي الزبده ديال العبار، الزبده ديال البواطون. ها هي هادي تاع القابصون، ها هي المعلقة باش ميشيطش، شتي؟ صافي نبداو نحركو مزيان، ها هو بدا كيعقد، أنا نوريكم، جزين وطبيعي، شحال هادي باغا نديرو، تلهي مع الخدمة من حاجة لحاجة. دابا فكرت باش نولي نصيب الحويجة الطبيعية، ها هو شتي؟ ها هو كلشي اختار. شتي ولا شتي دي بوتي و ديك داماتا شوكولا يبغوتي فاردو يبغوتي يب جولدن ودوك داماتا شوكولا كنا كناكلو من كنا صغار. دابا عطي الولاد كياكلو اختي، هذا في الكاميرا ما كيبانش مزيان، ما جا زوين بزاف. ديرو لي مخبيز كون ماشي مدرسة، نحطو ناكلو حنا حيت باين زين، شتي؟ قولو لي لا تكون الصحة. يلاه تهلاو لي فراسكم، خليتيه يبرد ونديرو في القريعات، نتشاركو معاكم، باي باي.